أن موسى عليه السلام لما قام في الناس خطيبا تأثروا جدا بوعظه وخطبته تلك، فلما رأهم قد تأثروا وظهر ذلك فيهم قطع خطبته، قطع وعظه. فحينئذ جاءه هذا السائل ليسأله من يعني من أعلم الناس، يقول له ذلك لأن ما ذكره موسى عليه السلام من الوعظ أثر فيه، فهو يسأله هل من الناس من هو أعلم منك، لأن إذا كان أعلم منك سيقول شيئا أكثر تأثيرا منك. الشاهد عندنا ما هو؟ هو أن موسى عليه السلام قطع كلامه عندما تأثر الناس. هذه سنة كل واعظ، كل متكلم ينبغي أن يكف حديثه عن الناس عندما يرى أثر كلامه فيهم، لا يزيد في الكلام ويطيل فيه حتى يزول ذلك الأثر الذي رآه، حتى ينقلب من ذلك التأثير إلى الإملال. والعلماء عندنا يقولون هذا اعتبارا بما صنعه موسى عليه السلام لما رأى وعظه أثر في الناس، هذا الذي تريده، ينبغي أن تكف ولا تكثر على الناس إلى أن يملوا. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يصنع أصحابه من بعده. روى البخاري عن شقيق أبي سلمة، عن شقيق أبي وائل، أنه قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه. كان ابن مسعود يعظهم كل يوم مرة، كل أسبوع مرة، يوم الخميس لا عبد الله بن مسعود له مجلس مع أصحابه تلاميذه يعظهم يوم الخميس، فقالوا له: إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم لن نحب حديثك. فقال لهم: ما يمنعني من ذلك إلا كراهية أن أملكم، كراهية أن يعني أن أوقعكم في الملل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام خشية السآمة علينا. لماذا يصنع ابن مسعود ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك مع الصحابة. أنا أسألكم، هل تتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة تسأم؟ مستحيل هذا، يعني ما يمكن أن يدخل الأذن صوت أعذب ولا كلام أرق وأنفذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فهل يمل سامع من سماعه صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل هذا. فلماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يذكره ابن مسعود؟ يقول خشية السآمة، يعني هذه خشية مأمونة، لا يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يملهم لأنهم لا يملونه. لكنه تأديب لمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم. إن كان هو صلى الله عليه وسلم ولا يعظ الناس كل يوم، فأولى من بعده. الصحابة لا يفعلون، أولى من بعده. ولذلك يروي البيهقي في المدخل عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: حدث الناس ما أقبلت عليكم قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فدعوهم. فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، وما علامة ذلك؟ كيف نعرف أن قلوبهم مقبلة علينا أو أنها انصرفت عنا، كيف نعرف؟ فقال ابن مسعود: إذا رأيتهم يحدقون إليك بأبصارهم فإن قلوبهم مقبلة إليك، فإن رأيتهم يتكئ بعضهم على بعض ويتثاءبون فاعلم أن قلوبهم قد انصرفت عنك. ولهذا أيضا يروي ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده، يصير العباد يبغضون الله بسببكم. قالوا: كيف هذا؟ كيف؟ قال رضي الله عنه: يقوم أحدكم إماما فيطول على الناس
حتى يبغض إليهم ما هم فيه. ويقعد أحدكم قاصا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه. الاعتداد. ولذلك تفهمون أيضا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه، حديث رواه مسلم، طول خطبة الرجل، قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، تجد العكس ولا لا؟ هذه عظيم العظائم. وإذا رأيتم هذا، هذه علامة على أن من قام خطيبا ليس بفقيه، لأن علامة فقهه طول صلاته وقصر خطبته، هذه علامة فقهه. قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فإذا كان العكس فهو مئنة من عدم فقهه. ومع الأسف هذا كثير، ويجلس فيعجبه حديث نفسه والناس لم تأتي إليه، وهذا يكون يجي قبل صلاة العشاء مثلا أو قبل صلاة التراويح، ويجي والناس جاءت للتراويح، وهو يغتنم كثرة الناس لأجل التراويح لا له، فيجلس يحدثهم وفيقول أحدهم يعني لعلهم يغمزون إليه ويعني يسعلون ويعطسون، وهو كأنك تنفخ في رمادي، لا حياة لمن تنادي. فإذا قام إليه الناس وقالوا يا فلان أطلت علينا، يوبخهم، ها أنتم عند كرة القدم تبقون بالساعات، وأنتم عند كذا تبقون بالساعات، وفي الذكر وفي الخير وفي المسجد تسأمون، ماذا تفعل أنت؟ تستدل على عدم فقهك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قصر الخطبة وطول الصلاة علامة على الفقه، فالعكس علامة على أنك لست بفقه. أردت أن تطيل، لا تحبس الناس، اجلس في وقت هم أمراء أنفسهم، إن أرادوا المكوث مكثوا وإن أرادوا الانصراف انصرفوا، أما لا تحبسهم بالصلاة، انتظر حتى تصلي التراويح وحينئذ يجلس، وابقى إلى الصبح إن شئت، لأن حينئذ لا تحبس أحدا، من شاء من اشتهى حديثك جلس إليك، ومن أبغضه انصرف، ولست تحبس عباد الله. أما أن يأتي الناس يكون واحد يصلي بالناس التراويح، صوته جميل، قراءته جميلة، تقبل الناس إليه زرافة وحدانا، يجي هذا يدخل معه بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت أنت، مشكلة هذه، مشكلة. نعم.